أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زرارة بن أوفى حدثني عبد الله بن سلام قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم رسول الله قد قدم رسول الله ثلاثة فجئت في الناس لأنظر فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال سليمان بن موسى حدثنا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. حدثنا محمد بن عبد الله الرقي حدثنا يحيى بن زياد الأسدي أنبأنا ابن جريج أنبأنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل زبير قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طعام الواحد يكفي الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن رضيه أكله وإلا تركه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي يحيى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو بكر نخالف فيه يقولون عن أبي حازم. حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا كثير بن سليم سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا صاعد بن عبيد الجزري حدثنا زهير بن معاوية حدثنا محمد بن جحادة
حدثنا عمرو بن دينار المكي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغائط فأتي بطعام، فقال رجل: يا رسول الله، ألا آتيك بوضوء؟ قال: أريد الصلاة. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكلا. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا أبي أنبأنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق حدثنا عبد الله بن بسر قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاء، فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنه لو كان قال بسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي أن يقول بسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آكل: سم الله عز وجل. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الهقل بن زياد حدثنا هشام بن حسان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان سمعه من عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال سفيان: سمعت عمر بن قيس يسأل عمر بن دينار: أرأيت حديث عطاء لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها أو يلعقها، عمن هو؟ قال: عن ابن عباس. قال: فإنه حدثناه عن جابر. قال: حفظناه من عطاء عن ابن عباس قبل أن يقدم جابر علينا، وإنما لقي عطاء جابرا في سنة جاور فيها بمكة. حدثنا موسى بن عبد الرحمن أنبأنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا أبو اليمان البراء قال:
حدثتني جدتي أم عاصم قالت دخل علينا نبيشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل في قصعة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل في قصعة فلحسها استغفرت له القصعة. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ونصر بن علي قالا حدثنا المعلى بن راشد أبو اليمان حدثتني جدتي عن رجل من هذيل يقال له نبيشة الخير قالت دخل علينا نبيشة ونحن نأكل في قصعة لنا فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا عبد الله حدثنا عبد الأعلى عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت المائدة فليأكل مما يليه ولا يتناول من بين يدي جليسه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي السوية حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة الثريد والودك فأقبلنا نأكل منها فخبطت يدي في نواحيها فقال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق اليحصبي حدثنا عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. حدثنا هشام بن عمار حدثنا أبو حفص عمر بن الدرخس حدثني عبد الرحمن بن أبي خصيمة عن واثلة بن الأسقع الليثي قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الثريد فقال كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها. حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار قال بينما هو يتغدى إذ سقطت منه لقمة فتناولها فأماط ما كان فيها من أذى فأكلها فتغامز به الدهاقين فقيل أصلح الله الأمير إن هؤلاء الدهاقين يتغامزون من أخذك اللقمة وبين يديك هذا الطعام. قال إني لم أكن لأدع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأعاجم إنا كنا نأمر أحدنا إذا سقطت لقمته أن يأخذها فيميط ما كان فيها من أذى ويأكلها ولا يدعها للشيطان. حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما عليها من الأذى وليأكلها. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء
كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا محمد بن سلمة المصري أبو الحارث المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال كنا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقليل ما نجد الطعام فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. قال أبو عبد الله غريب ليس إلا عن محمد بن سلمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن رياح بن عبيدة عن مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا رفع طعامه أو ما بين يديه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الكريم عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا هشام بن عمار وداود بن رشيد ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبي عن جده وحشي أنهم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تأكلون متفرقين قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل زبير قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فليأكل معه فإن أبى فليناوله منه. حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدكم قرب إليه مملوكه طعاما قد كفاه عناءه وحره فليدعه فليأكل معه فإن لم يفعل فليأخذ لقمة فليجعلها في يده. حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعده معه
أو ليناوله منه، فإنه هو الذي ولي حره ودخانه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن يونس بن أبي الفرات الإسكاف عن قتادة عن أنس بن مالك قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة؟ قال: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: على السفر. حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري، حدثنا أبو بحر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، حدثنا قتادة عن أنس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل على خوان حتى مات. حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم عن منير بن الزبير عن مكحول عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع. حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا عبيد الله، أنبأنا عبد الأعلى عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة، ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم وليعذر، فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده، وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا عبيد بن وسيم الجمال، حدثني الحسن بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن الحسين بن علي عن أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يلومن امرئ إلا نفسه يبيت وفي يده ريح غمر. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام أحدكم وفي يده ريح غمر فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهيه، فقال: لا تجمعن جوعا وكذبا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال: أدن فكل، فقلت: إني صائم، فيا لهف نفسي ألا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وحرملة بن يحيى قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، حدثني سليمان بن زياد الحضرمي أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة، حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. حدثنا أحمد بن منيع، أنبأنا عبيدة بن حميد عن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: بعثت معي أم سليم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أجده وخرج قريبا إلى مولى له دعاه فصنع له طعاما، فأتيته وهو يأكل قال: فدعاني لآكل معه، قال: وصنع ثريدة بلحم وقرع، قال:
فإذا هو يعجبه القرى، قال: فجعلت أجمعه فأدنيه منه، فلما طعمنا منه رجع إلى منزله، ووضعت المكتل بين يديه، فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر عن أبيه، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وعنده هذه الدباء، فقلت: أي شيء هذا؟ قال: هذا القرع هو الدباء، نكثر به طعامنا. حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي، حدثنا يحيى بن صالح، حدثني سليمان بن عطاء الجزري، حدثني مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا سليمان بن عطاء الجزري، حدثنا مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة عن أبي الدرداء قال: ما دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لحم قط إلا أجاب، ولا أهدي له لحم قط إلا قبله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر العبدي، وحدثنا علي بن محمد، حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعر، حدثني شيخ من فهم قال: وأظنه يسمى محمد بن عبد الله، أنه سمع عبد الله بن جعفر يحدث ابن زبير وقد نحر لهم جزورا أو بعيرا، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والقوم يلقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم، يقول: أطيب اللحم لحم الظهر. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك قال: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاة صميطا حتى لحق بالله عز وجل. حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال: ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شواء قط، ولا حملت معه طنفسة. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، أخبرني سليمان بن زياد الحضرمي عن عبد الله بن الحارث بن الجزء الزبيدي قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما في المسجد لحما قد شوي، فمسحنا أيدينا بالحصباء ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ. حدثنا إسماعيل بن أسد، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. قال أبو عبد الله: إسماعيل وحده وصله. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس، أخبرني أبي عن عائشة قالت: لقد كنا نرفع الكراع فيأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 15 من الأضاحي. حدثنا أبو مصعب، حدثنا عبد الرحيم بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا عيسى بن أبي عيسى عن رجل أراه موسى عن أنس بن مالك قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد إدامكم الملح. حدثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا قيس بن الربيع عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زادان أنه حدثه قال: حدثتني أم سعد قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وأنا عندها، فقال: هل من غداء؟ قالت: عندنا خبز وتمر وخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي، ولم يفتقر بيت فيه خل. حدثنا الحسين بن مهدي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتدموا بالزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا عبد الله بن سعيد عن جده قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه مبارك. حدثنا أبو كريب، حدثنا زيد بن الحباب عن جعفر بن برد الراسبي، حدثتني مولاتي أم سالم الراسبية قالت: سمعت عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بلبن قال: بركة أو بركتان. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعبد الرحمن بن إبراهيم قالوا: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وإسماعيل بن موسى قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. حدثنا محمد بن الصباح وعمرو بن رافع قالا: حدثنا يعقوب بن الوليد ابن أبي هلال المدني عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالبطيخ. حدثنا أحمد بن أبي الحواري الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا هشام بن سعد عن عبيد الله بن أبي رافع عن جدته سلمى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا:
حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بأول الثمرة قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يناوله أصغر من بحضرته من الولدان. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يحيى بن محمد بن قيس المدني حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا البلح بالتمر، كلوا الخلق بالجديد، فإن الشيطان يغضب ويقول: بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا أبو عامر الخزاز عن الحسن عن سعد مولى أبي بكر، وكان سعد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران يعني في التمر. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه. حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثني ابن جابر حدثني سليم بن عامر عن ابني بسر السلميين قالا: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا تحته قطيفة لنا صببناها له صبا، فجلس عليها، فأنزل الله عز وجل عليه الوحي في بيتنا، وقدمنا له زبدا وتمرا، وكان يحب الزبد صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن الصباح وسويد بن سعيد قالا: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي قال: سألت سهل بن سعد: هل رأيت النقي؟ قال: ما رأيت النقي حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: فهل كان لهم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما رأيت منخلا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: نعم، كنا ننفخه فيطير منه ما طار، وما بقي سريناه. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أخبرني بكر بن سوادة أن حنش بن عبد الله حدثه عن أم أيمن أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا، فقال: ما هذا؟ قالت: طعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع منه لك رغيفا، فقال: رديه فيه ثم عجنيه. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا محورا بواحد من عينيه حتى لحق بالله. حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس الرملي حدثنا غمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن أبيه قال: زار أبو هريرة قومه يعني قرية أظنه قال ينا، فأتوه برقاق من رقاق الأول، فبكى وقال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينه قط. حدثنا إسحاق بن منصور وأحمد بن سعيد الدارمي قالا: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا همام حدثنا قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك قال إسحاق وخبازه قائم، وقال الدارمي وخوانه موضوع، فقال يوما: كلوا، فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعينه حتى لحق بالله ولا شاة صميطا قط.
حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك السلمي أبو الحارث، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا محمد بن طلحة عن عثمان بن يحيى عن ابن عباس قال: أول ما سمعنا بالفالوذة أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمتك تفتح عليهم الأرض فيفاض عليهم من الدنيا حتى إنهم ليأكلون الفالوذج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما الفالوذج؟ قال: يخلطون السمن والعسل جميعا. فشهق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك شقه. حدثنا هدبة بن عبد الوهاب، حدثنا الفضل بن موسى السناني، حدثنا الحسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: وددت لو أن عندنا خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن نأكلها. قال: فسمع بذلك رجل من الأنصار فاتخذه فجاء به إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أي شيء كان هذا السمن؟ قال: في عكة ضب. قال: فأبى أن يأكله. حدثنا أحمد بن عبده، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: صنعت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم خبزة وضعت فيها شيئا من سمن، ثم قالت: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعه. قال: فأتيته فقلت: أمي تدعوك. قال: فقام وقال لمن كان عنده من الناس: قوموا. قال: فسبقتهم إليها فأخبرتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هاتي ما صنعت. فقالت: إنما صنعته لك وحدك. فقال: هاتي. فقال: يا أنس أدخل علي عشرة عشرة. قال: فما زلت أدخل عليه عشرة عشرة. فأكلوا حتى شبعوا وكانوا ثمانين. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال: والذي نفسي بيده ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز الحنطة حتى توفاه الله عز وجل. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا معاوية بن عمر، حدثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدموا المدينة ثلاث ليال تباعا من خبز بر حتى توفي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير حتى قبض. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون العشاء، وكان عامة خبزهم خبز الشعير. حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وكان يعد من الأبدان. حدثنا بقية، حدثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك قال: لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف واحتذى المخصوف، وقال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعا ولبس خشنا. فقيل للحسن: ما البشع؟ قال: غليظ الشعير ما كان يسيغه إلا بجرعة ماء. حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي، حدثنا محمد بن حرب، حدثتني أمي عن أمها أنها سمعت المقدام بن معد يكرب يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أبو يحيى عن يحيى البكاء عن ابن عمر قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف جشاءك عنا، فإن أطولكم جوعا يوم القيامة، أكثركم شبعا في دار الدنيا. حدثنا داود بن سليمان العسكري ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا سعيد بن محمد الثقفي عن موسى الجهني عن زيد بن وهب عن عطية بن عامر الجهني قال: سمعت سلمان وأكره على طعام يأكله فقال: حسبي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. حدثنا هشام بن عمار وسويد بن سعيد ويحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قالوا: حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا وساج بن عقبة بن وساج، حدثنا الوليد بن محمد الموقري، حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال: يا عائشة أكرمي كريما، فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا هريم عن ليث عن كعب عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. حدثنا محمد بن عبد الله الرقي، حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه المخزومي، حدثنا عبد الله بن ميمون عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدع العشاء ولو بكف من تمر، فإن تركه يهرم. حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير. حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا المحاربي، حدثنا عبد الرحمن بن نفشل عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير. حدثنا علي بن ميمون الرقي، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الجزري، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا سعيد بن جمهان، حدثنا سفينة أبو عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما، فقالت فاطمة: لو دعونا النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي: الحق، فقل له: ما رجعك يا رسول الله؟ قال: إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا.
حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، حدثنا يونس بن أبي يعقوب عن أبيه عن ابن عمر قال: دخل عليه عمر وهو على مائدته فأوسع له عن صدر المجلس فقال: بسم الله، ثم ضرب بيده فلقم لقمة ثم ثنى بأخرى ثم قال: إني لأجد طعم دسم، ما هو بدسم اللحم؟ فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين، إني خرجت إلى السوق أطلب السمين لأشتريه فوجدته غالية، فاشتريت بدرهم من المهزول وحملت عليه بدرهم سمنا، فأردت أن يتردد عيالي عظما عظما. فقال عمر: ما اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا أكل أحدهما وتصدق بالآخر. قال عبد الله: خذ يا أمير المؤمنين، فلم يجتمعا عندي إلا فعلت ذلك. قال: ما كنت لأفعل. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا أبو عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت مرقة فأكثر ماءها واغترف لجيرانك منها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب قام يوم الجمعة خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم وهذا البصل، ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج به إلى البقيع، فمن كان آكلهما لا بد فليمتهما طبخا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب قالت: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه من بعض البقول فلم يأكل وقال: إني أكره أن أوذي صاحبي. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أنبأنا أبو شريح عن عبد الرحمن بن نمران الحجري عن أبي الزبير عن جابر أن نفرا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منهم ريح الكراث فقال: ألم أكن نهيتكم عن أكل هذه الشجرة؟ إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة عن عثمان بن نعيم عن المغيرة بن نهيك عن دخين الحجري أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تأكلوا البصل، ثم قال كلمة خفية: أني. حدثنا إسماعيل بن موسى السدي، حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق عن أبي عن النعمان بن بشير قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عنب من الطائف فدعاني فقال: خذ هذا العنقود فأبلغه أمك، فأكلته قبل أن أبلغه إياها، فلما كان بعد ليال قال لي: ما فعل العنقود؟ هل أبلغته أمك؟ قلت: لا. قال: فسماني غدر. حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي، حدثنا نقيب بن حاجب عن أبي سعيد عن عبد الملك الزبيري عن طلحة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سفرجلة فقال: دونكها يا طلحة فإنها تجم الفؤاد. حدثنا محمد بن بشار،
حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه.